السلام عليكم خاوتي، جيسبر تكونوا ملاح. معكم مروان انستري، رجعت لكم اليوم فيديو جديد خاوتي. رايحنا نقدم لكم الاعدادات اللي راني نستعملهم انايا شخصيا في العزف على الاورغ، يعني اورغ 2020 خاوتي. بزاف منكم جو طلبوا مني اني ندير شروحات على الاورغ. انا خاوتي ما نعرفش كم الشروحات، يعني الاورغ هذا ما نعرفوش بالتفصيل. نعطيكم الاعدادات اللي راني نستعملها انا تسهل لك العزف كمبتدئ، وانا ثاني راني مبتدئ. المهم خاتي نبداو بالناس اللي راهي تقول كيفاه ندخل السيت وما نعرفش البلاصه اللي ندخل منها السيت. باه عندك الفوق خاوتي كلمه يسموها سيت، هنا الفوق تك عليها خاوتي، نروحوا للدوسيات هذه. تفتحها لنا كيما هكا. واش نديرو ثاني؟ نروحوا الكار شغل راهي على شكل كارت ميموار هنايا. نروحوا لها ثاني، نروحوا الاولى الديفايس هذه، يتفتحوا عندنا قدام من دوسي انت على حسب وين راك حاط السيت اللي عندك. الا كنت انت اللي شارجيه، اسمح لي دقيقه، الا كنت انت اللي شارجيه تلقاه هنايا في الدوله وفي التحميلات، تدخل تلقى لي سيت كما اللي عندي انا برك. والا بعثه لك كاش واحد تهبط لتحت مثلا في الشريط، تروح للشريط، تروح للفايل هذه، تلقى عندك ميم لي سيت في البلاصه هذه. فهمنا خاوتي كيف ندخلوا السيت؟ بون نروحوا للنقطه الزاوجه خوتي، نروحوا نبهن ريق الاعدادات تاع الكلافي تجيكم سهله كيما اللي راني دايرهم انا. نروحوا للسيتينغ الفوق، اعدادات، الاعدادات العامه خوتي ماذا بيا ديروا كابتير الاعدادات اللي راني دايرهم باش تجيكم خير. هكا الاولى انت اللغه اللي تعرفها، تا مادام تعرف عربيه ديرها عربيه، تعرف اونغلي ديرها اونغلي كيما تحب. مهم حفظ تلقائي فعلوها، توقف عن التغييرات فعلوها، تدوير عن طريق الاستشعار هذه تاع تليفون، تقلب التليفون يدور لك دور الكلافي على الجهه اللي تقلب انت فيها. باه نفعلوها ثاني، دور انت تلقائي هذه ما نفعلوهاش، بقاء الشاشه مفتوحه نفعلوها. نروحوا للوحه المفاتيح خاوتي، من المستحسن انك ديروا 10 كيما اللي راني دايرهم انا، تخرج كيما هكا الكلافي من الدو للمي تجيك ملاح. الا تحب انت ديرها 13، اذا صباعك صغار ديرها 13، انا صباعي عندي صباعي شويه كبار، هذاك علاش دايرها مع جهه باه ما نقرص جوج بطونات مع بعضها. المهم نروحوا للزوجه، مفتاح البدايه خوتي، مفتاح البدايه هذه من المستحسن ثاني يكون من سي دو معناها. عليها خوتي من المستحسن يكون من سي، لانه اي واحد مبتدئ لازم عليه يبدا من هذا المبدا، تسمى ما يروحش يتلاح على الفا كليكي فا تخلط له كيف تبدل الدرك عندي. لما راني نبدا المفتاح يبدا من الفا مش من الضو، فهمتوا خاوتي؟ ما المستحسن انك ديروا ضو هنا فوق. عرض المفاتيح هذه خاوتي فعلوها، باه كي تكليكي يبان عندك المفتاح وراك قاعد تكليكي. بعدها عرض توضيح للمفاتيح هذه، تحب ديرها ما تحبش تبين هذا المفاتيح الاسامي تاع المفاتيح دوري مي، تحب تبينهم ولا ما تبينهمش كيما تحب انت على مزاجك. انا دايرها دوري مي فا في الصلاصي هذيك. خاوتي هذه المشكلة اللي راهي يعاني منها الجميع خاوتي، الى انت تليفون كذا تسمى مش متطور، يعني تليفون بيا بصح ما الاندرويد تاعو ناقص بيان سير خاوتي، راح تجيك العزف راح يجي ثقيل في التليفون. انا ننصحك يعني اذا كان عندك تليفون خلاص للاجهزة الضعيفة انهم يستعملوا عالية بطيء كما اللي راني دايرها انا، هذه تجيك مخفيفة تسمى شوف، وانت كليكي تلقاها خفيف ما تدوخش كاع. مهم نروحوا لاستجابة اللمس هذه خاوتي، ما تفعلوهاش كيما اللي راني دايرهم انا. المنطقة السوداء ثاني ما تفعلوهاش، حجم المفاتيح السوداء ديروها متوسط تجيك ملاحة، الحد من الاهتزاز هذه ديروها ناقص 2-2، واللي تحتها ديروها ناقص 4-4. باهي خاوتي هذو الاعدادات اللي تحتاجوهم نتوما كمبتدئين خاوتي. بالنسبه للاصوات خاوتي هذو كاين منكم بالك اللي راهم يلقوا في الاصوات طبل واوتار، مش يعني موسيقى، مش يعني صوت تاع كيما اللي راني دايره درك، هذا يلقاها طبل يقرص تقول طن ولا دير اي صوت اخر. هذيك المشكله تروحوا للسيتينغ، تروحوا للاعدادات العامه، تهبطوا لتحت خلاص تلقاو عندنا عرض صكوك واتر، هذه تنحوا لها التفعيل، ومجموعة عرض مجموعات طبل ثاني تنحوا لها التفعيل، قوائم الملونة وإظهار علامات التبويب تخليهم كيما راهم. فهمتوني خاوتي؟ باه ما تلقوش هنا عندكم الطبل والباقي. باهي خاوتي
في الاورج هذا كي حدثوه داروا ميزه جديده عجبتني بزاف، اللي هي هذه كيبورد زيت كيما راكم تشوفوا لهنايا. هنا وين راني نكليكي برك، تقدر خاوتي بلا ما تكون روتار في تغيير الصوت، تقدر تعلق الاصوات كامل. هنا عندك 4 اصوات فقط تقدر تديرهم في هنا. مثلا انا نخير صوت اكورديون، هذا نروح النبقه متكي عليها يتماركي لي هنا صوت اكورديون، نروح للزاوجه دوزيام مثلا نديروا فيها الصوت هذا، كليكوا عليها كيما هيك. مثلا خاوتي نحلي الريتم، راني نلعب انا ضرب في الموسيقى، درت بريك حاولت نبدل الصوت، كليكي ديريكت هنا، فهمتوني خاوتي؟ هذه تبدل الاصوات، باه ما تقعدش تبدل من الميكرو هنا اللي عندك الفوق. خاوتي واللي حاول سيرات الصوت خاوتي، شوفوا انا هنا مثلا نجربه بالاكورديون، صوت ماشي مرتب. نروحوا الايفكت لهنايا لتحت، من الايفكت تروحوا ليجاتو هذه تكليكي عليها تفعلها، هكذا يترتل عندك الصوت. الا تحب تزيد الصوت يعني الآلة، او عندك هنا بوطون اللي راني نحرك فيه خاوتي، هنا بنقصه هنا نزيد. المهم خاوتي كان هذا الشرح تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم خاوتي. الا غالب اسمحوا لي ما قدرتش ندير شرح كامل باسكو انا ما نعرفش الشرح الكامل، واي حاجه خاوتي نتحل بالها جديد نحل بكم ثاني نتوما خاوتي. مجرد توضيح برك للناس اللي راهي تقول لي انت راك تبخل في ليسيت وما تعطينيش ليسيت، اقسم بالله يا خاوتي اقسم لكم بالله صدقوني راني قاعد نحلف، ما عنديش الروابط تاع ليسيت. انا ليسيت اللي عندي باعثينهم لي صحابي، ما نعرفش عليهم من جابوهم، انا ثاني باعثينهم لي، فهمتوني خاوتي. انا السيت اللي نلقاه نحط لكم الرابط تاعو، واسمحوا لي خاوتي اللي انا يعني مقصر في حقكم بلا بيكم خاوتي انا ما نكونش يعني وراني اليوم. نتمنى انكم تدعموني خاوتي على قد ما تقدروا، انا نقدم لكم الافضل والافضل ان شاء الله. تهلاو في رواحكم خاوتي، ان شاء الله يكون المقطع نال اعجاب تاعكم. خليكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.